اللجوء الأوكراني في دول الجوار لا يحملون فقط أمتعتهم بل ذكريات لعقود قضوها في مدنهم قبل أن يضطروا لمغادرتها بسبب الحرب. منهم من يسعى للوصول لبر الأمان، وآخرون يضربون في الأرض بحثا عن أبناء أو أفراد عائلة فقدوا الاتصال بهم في زحام نقاط العبور. أنا ابنة خاركيف في أقصى شرق البلاد قضت مع ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات يومين وثلاث ساعات حتى تصل إلى هنا على الحدود الأوكرانية البولندية في أقصى غرب البلاد. لم أحتفظ بصورة تذكارية على هاتفي عند مغادرة مدينتي، فأنا سأعود إلى خاركيف. لا أفكر في الماضي بل فقط بالمستقبل. لا ولم أفكر بالماضي، سوف أفكر فقط بالمستقبل والعودة والعيش مجددا داخل بلدي. نريد العيش في مدننا لا مكانا آخر، نريد العيش في أوكرانيا وفي بيوتنا. غادرت آنا خاركيف مع ابنتها ووالدة زوجها التي تبلغ من العمر 72 عاما، والهلع والخوف من المجهول يبدو جليا على ملامح وجهها. وفي كل مرة نحاول إجراء لقاء صحفي معها تشرع بالبكاء رافعة أيديها نحو السماء آملة انتهاء الحرب في بلدها. اضطررت إلى مغادرة بيتي عندما فجرت نوافذه بسبب القصف الروسي. عشت فيه أسبوعين بلا كهرباء ولا تدفئة وتحت القصف. قبل إنقاذي وإخراجي من الحي الذي أقطن فيه كنت حقا خائفة وأحاول دائما الاختباء بعيدا عن النوافذ. معظم من التقينا من أوكرانيين لم يفكروا يوما من الأيام مغادرة بلادهم على الأقل بسبب الحرب، وأغلب من يصل إلى هنا إلى الأراضي البولندية تبقى عيونه على هذا البلد خلفي أي أوكرانيا، وحرقة الفراق في قلوبهم وأمر العودة لا يفارقهم. من الحدود الأوكرانية البولندية، ليث بزاري، العربية.